وينضم إلينا من المستشفى الإندونيسي الصحفي محمود أبو سلامة. سيد محمود، مرحبا بك معنا. يعني استهداف واضح للمستشفى، وهناك شهداء سقطوا من الطاقم الطبي. لو تضعنا في تفاصيل ما يجري لديكم. أستاذ محمود؟ نعم، تسمعني؟ نعم، أنا أسمعك. لو تضعنا في تفاصيل ما يجري لديكم. نعم، مستشفى الأندونيسي الآن محاصر بشكل كامل وتام من قوات إسرائيلية خاصة تقدمت في قبل تقريبا يعني نصف ساعة أو ساعة إلا تلت من الآن. بدأت في أكثر من ساعة أو ساعتين باستهداف المدفعية لمحيط مستشفى الأندونيسي. مدفعية الاحتلال كانت تقوم بقصف عنيف ومكثف في أكثر من 100 إلى 200 غارة بالمدفعية، استهدفت محيط المستشفى، ومن ثم تفاجأنا بإطلاق نار من القناصة الإسرائيلية التي تعتلي أسطح مدينة الشيخ زايد، في استهداف مباشر من القناصة للمستشفى ومحيط المستشفى، علما أن مستشفى الأندونيسي تضم النازحين وتضم عشرات بل المئات من الجرحى. وضع مأساوي وكارثي في داخل المستشفى الأندونيسي. آليات الاحتلال تتقدم نحو محيط المستشفى الأندونيسي. يعني كما تعلمون، جل الموجودين من الإصابات لا يستطيعون السير على أقدامهم، بحاجة إلى عمليات، بحاجة إلى هذه يعني الوضع الكارثي تماما في مستشفى الأندونيسي. إصابات وشهداء، استهداف لكل الطواقم التي تقوم المدفعية تستهدف بشكل مباشر الجرحى الموجودين في داخل المستشفى، وشهداء يعني لربما بالعشرات في داخل المستشفى. يعني تتحدث عن إطلاق قصف عنيف في المدفعية وإطلاق للقناصة الإسرائيليين على المستشفى. من يستهدفون؟ هل هناك أي أحد في محيط المستشفى؟ هل هناك الاستهداف في مستشفى الأندونيسي للشجر والحجر والبشر، ليس هناك استثناء لأحد في المستشفى الأندونيسي. جميع الناس في المستشفى الأندونيسي يتم استهدافهم. يعني خرجت لتوي وانتقلت إلى مستشفى العودة بعجوبة، تم استهدافنا بصاروخين بشكل مباشر أيضا، لولا لطف الله لكنا في إعداد الشهداء. كما تعلمون أن مستشفى العودة لا تبعد يعني بضع أمتار عن مستشفى الأندونيسي، كنا في خطورة كبيرة جدا في محاولات يعني الخروج من داخل المستشفى، لكن ايضا تم استهداف. ونحن في مستشفى العوده ايضا انقل لكم، تم استهداف مستشفى العوده برصاص القناصه بشكل مباشر ايضا في مستشفى العوده. ما الهدف سيد محمود؟ هل هي اذا لم يكن هناك اطلاق نار من المستشفى، ليس هناك مقاومين، لماذا تطلق النار لا، عليكم؟ انا انقل لك الصوره والمشهد من مستشفى الاندونيسي ومستشفى العوده. لا يوجد اي رصاصه تخرج من داخل المستشفيات، لا يوجد اي مسلح، ولا يوجد اي يعني ما يدعون انه اذا كان يعني ربما يقولون إن هناك مسلحين، هناك مقاومين، لا يوجد احد في داخل المستشفى سوى جرحى ونازحين، ناس يعني منكوبة ونكبت بسبب فعل هذا الاحتلال، بسبب قصفه، ويلتحقون بهم في داخل المستشفيات أيضا. يتم قصفهم داخل المستشفيات، الشهداء في داخل المستشفيات على الأسرة، أتوا إلى المستشفى جرحى، الآن هم شهداء على الأسرة في داخل المستشفى الأندونيسي. ما هو حجم الدمار أستاذ محمود في دمار المستشفى؟ كبير، دمار كبير جدا، يعني دمار كبير. أنقل لك المشهد وأنا أخرج من المستشفى ويتم استهدافنا بعدد صاروخ. الآن تسمعون استهداف كبير، لربما تسمعون الصوت، غارات عنيفة ومكثفة في محيط المستشفى. القناصة تعتلي أسطح مدينة الشيخ زايد التي تطل على مستشفى الأندونيسي. لا أحد يستطيع الخروج، لا أحد يستطيع يعني حتى مستشفى الأندونيسي بجوارها عدد من مدارس النازحين من مدارس الأونروا، وأيضا لا يتم خروج أي أحد من النازحين. هذا هو يعني الوضع الحقيقي والكارثي تماما الآن. آليات تتقدم، قناصة تعتلي أسطح المنازل، شهداء، جرحى، هذا هو المشهد في محيط مستشفى الأندونيسي وفي مستشفى الأندونيسي ومستشفى العودة أيضا.
يعني إمكانية الخروج من المستشفى واللجوء إلى مكان آمن مستحيلة مستحيلة. مستحيلة إمكانية الخروج من المستشفى مستحيلة قطعا. يعني بأعجوبة أنا كشخص بعلم، لأني أعرف طبيعة وجغرافيا المكان، كنت في المسبق يعني أضع لنفسي خطة في حال ما تم محاصرة المستشفى، لكن بأعجوبة ولا يوجد أحد يخرج ولا يدخل أحد على مستشفى الأندونيسي، يتم استهداف الحجر والبشر كما قلت لك. طب دعنا نفهم منك الأعداد تقريبا، عدد المرضى والجرحى الموجودين في المستشفى وعدد النازحين تقريبا، كم تقدر العدد يعني الإجمالي؟ نتحدث لربما عن 5,000 7,000 نازح فقط، هؤلاء هم موجودين في المستشفى الأندونيسي. نتحدث عن عدد الجرحى، المستشفى الأندونيسي بالوضع الطبيعي تتحمل 140 سريرا للجرحى، اليوم يوجد بمستشفى الأندونيسي ما يتجاوز 3,000 جريح لربما هم بحالات خطرة، يعني مجمل الحدث لربما 10,000 شخص يتواجد داخل المستشفى الأندونيسي ما بين نازح وما بين جريح. يعني وضع المستشفى بشكل عام، هل هناك وقود؟ هل يعمل؟ هل هناك كهرباء؟ لا يوجد أي شيء داخل المستشفى، هم يعملون على الطاقة الشمسية الطاقة البديلة، ولكن يعني معظم أقسام المستشفى بلا كهرباء بلا أطباء بلا أدوية بلا أي شيء. يعني أنا أنقل لك مشهد ليسمعه العالم جميعا، المستشفى الأندونيسي لا يقل خطورة عن مستشفى الشفاء، هو وضع كارثي حقيقي وإنساني، مجازر ترتكب في من ارتكبت بهم إسرائيل المجازر أيضا، يعني يأتون من مجزرة في بيوتهم ليتم ارتكاب مجازر أخرى بهم في داخل المستشفيات. هذه المستشفيات التي لابد أنها تكون آمنة، مستشفيات إنسانية لا تحمل أي سلاح لا تحمل أي مقاومون، يتم استهدافها في يعني مشهد بشع جدا. لعلنا في ساعات الصباح ننقل لكم مشاهد من داخل المستشفى، ترون حجم الفاجعة الكبرى التي ترتكب الآن في داخل المستشفى. أستاذ محمود، تتحدث أنك غادرت، أنت خرجت من المستشفى، لكن قبل نعم لكن نعم. بالنسبة للطواقم الطبية ومن هناك، هل هناك إمكانية للتواصل معهم للوقوف على ما يجري بالنسبة لهم، لتوجيه نداءات من داخل المستشفى للمجتمع ربما الدولي؟ تسمعون صوت الانفجارات، نعم ربما نعم تسمعون نعم صوت نسمع. أزودكم تحت الهواء بأرقام بعض الأطباء ربما تستطيعون التواصل معهم، علما أن الاتصالات مقطوعة وهم متعمدين بقطع الاتصال حتى لا يتم الاستقبال والاتصال يعني بهم، يعني مقطوعون، منطقة معزولة ومنطقة منكوبة. الآن ننوه إلى أن مستشفى الأندونيسي بجوارها عدد ربما 5 أو 4 مدارس هي للنازحين أيضا، جلها محاصرة بالكامل، من يتحرك أنا أتحدث إليك تم استهدافنا بصاروخين بشكل مباشر، لولا لطف الله نجونا، نحن يعني في نجونا من مستشفى إلى مستشفى، وتم استهداف المستشفى الآخر وهو مستشفى العودة. نتحدث إذن عن مربع تقريبا فيه مستشفى الأندونيسي والعودة وأيضا مجموعة بعض المدارس، مجمل هذه المنطقة تقريبا المستهدفة حاليا والتي يحاصرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، كم فيها تقريبا من أعداد من نازحين ومن لاجئين ومن جرحى ومرضى وما إلى ذلك؟ والله يعني أعداد كبيرة، هو لربما 100,000، يعني لربما 100,000 من الناس، هؤلاء فقط في 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 مدارس الأونروا النازحين، هؤلاء فقط لربما 100,000 داخل المدارس، ناهيك عن المستشفى الأندونيسي. تحدثنا عن المستشفى الأندونيسي، أعداد مكدسة، الجرحى على الأرض، الشهداء على الأرض، منذ أسبوع كامل يتم التعامل مع الطواقم الطبية على الأرض بلا بنج وموضعي، بلا مسكنات، بلا أي شيء. يعني حقيقة نحن حزينون جدا لما يحدث، حزينون جدا لما يحدث، هذا وضع كارثي إنساني، على العالم أن يتحرك فورا لوقف هذه المذبحة، إنها مذبحة بل إبادة، لا نقول حرب، إنها إبادة حقيقية في حق الشعب الفلسطيني، في حق مستشفى إنساني بحت. يعني نتحدث نحن أيضا عن غير المستشفى، ربما هناك أنباء تتعلق في المدارس، إذا كان هذا القصف يطال هذه المدارس، هل هناك أي تواصل مع من يعني الموجودين في هذه المدارس لمعرفة أوضاعهم هناك؟
للأسف الشديد إسرائيل تتعمد قطع الاتصال لعدم التواصل معهم. إسرائيل تتعمد قطع الاتصال لعدم يعني التواصل معهم، علما أن القناصة الاحتلال، علما أن قناصة الاحتلال تعتلي أسطح مدينة الشيخ زايد، وهي مباشرة بشكل مباشر لمدارس الأونروا والنازحين ولمستشفى الأندونيسي تماما. يعني من يتحرك يتم قنصه بشكل مباشر. هذه الأصوات سيد محمود التي نسمعها هي أصوات لقصف مدفعي أصوات عمليا لقصف في مستشفى الأندونيسي ومحيطها أيضا بالمدفعية. القصف يا عزيزي القصف مستمر منذ الساعة 11، لم يتوقف نهائيا. غارات كثيفة ويعني وكبيرة جدا، لم يتوقف. كانت هذه المدفعية تطلق حمم قذائفها في محيط المستشفى الأندونيسي لتعطي الغطاء للقوات الخاصة الإسرائيلية للتقدم دون آلياتها، ومن ثم تتقدم الآليات الإسرائيلية. حجم الخسائر حتى الآن، هل لديك أي معلومات؟ يعني عدد الشهداء، عدد شهداء كبير وإصابات كبيرة. يعني لعلنا في النهار ننقل لكم المشهد بصورة أوضح من داخل المستشفى أيضا بصورة وبفيديو يوثق طبيعة المشهد في داخل المستشفى. لكن الذي أوثقه لك هو هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى، ومن يتم يتحرك في داخل المستشفى ومحيطها يتم استهدافه بشكل مباشر. يعني أستاذ محمود، كونك صحفي ولديك إمكانية الاتصال، هل تواصلت مع أي مؤسسات؟ هل وجهتم أي نداء في هذا الخصوص فيما يتعلق بهذا القصف الجاري حاليا على المستشفى؟ من المؤسف انني اقول لك، نحن في شمال غزه نعيش حياه يعني لا حياه لمن دون. نحن منذ يعني اكثر من شهر نناشد ونرسل رسائلنا، لكن لا حياه لمن تنادي، لا احد يتطلع لهذه الكارثه. العالم ينظر يعني لا اعلم بالتحديد ماذا ينتظرون ان يباد الشعب الفلسطيني جله حتى يتحدثون ويترحمون علينا. هذا وضع كارثي، يجب على الجميع اتخاذ موقف حاسم تماما قبل ان نفقد من فقدناهم ايضا. يعني اسمح لي فقط، ارجو ان تبقى معي، لان يعني هذه فرصه ان هناك امكانيه للتواصل مع يعني احد في شمال غزه وخصوصا في المنطقه. لكن دعني اذكر ربما المشاهدين بما ذكرته قبل قليل. اذا يتعرض الان عمليا مستشفى الاندونيسي في شمال غزه لقصف بالمدفعيه ولاطلاق نار من قبل القناصه في المناطق المحيطه في المستشفى. هناك عمليا مئات الجرحى، أكثر من 5000 نازح بحسب ضيفي الصحفي محمود أبو سلامة، أكثر من 3000 جريح بالإضافة للطاقم الطبي الموجود، والمستشفى أصلا يعاني عمليا. يعني الاتصالات مقطوعة، هناك مشكلة في الكهرباء، والقصف مستمر. أستاذ محمود، يعني الحديث عن عدد كبير، على ربما يعني تصلنا بعض الأنباء أن هناك عدد من الشهداء، وأنت كنت في المستشفى وغادرت هناك، كيف كانت هي الحال عمليا يعني قبل مغادرتك للمستشفى؟ يعني هناك مرضى وهناك جرحى الذين يحتاجون للعلاج بالإضافة للنازحين، كل هذا المشهد مع هذا القصف، كيف يمكن وصف هذه الحالة؟ أصفها بمجزرة حقيقية، إبادة جماعية لمرضى. نتحدث عن إبادة جماعية لحالات إنسانية بحتة تماما. هذه مجازر ترتكب الآن وليست مجزرة، مجازر ترتكب بحق الجرحى والنازحين في داخل المستشفى الأندونيسي. كما قلت لك، لعلنا في الصباح نقل لكم المشهد من داخل المستشفى ببعض الفيديوهات من الـ يعني المرضى الموجودين ومن الأطباء الموجودين، لعلنا نستطيع الحصول على بعض الفيديوهات لهذه المجازر التي ترتكب في حق الناس الأبرياء المدنيين في داخل المستشفى. هذه إبادة جماعية الآن ترتكب منذ أكثر من ساعة، ويتم تقدم الآليات نحو محيط المستشفى الأندونيسي. يعني هل سنشهد إذن محاولة لاقتحام مستشفى الأندونيسي كما جرى في مستشفى الشفاء؟ هذه
كل ما يحدث ويدور هو ناجم عن محاولات لاقتحام المستشفى الأندونيسي. هم يتعمدون إبادة المرضى، يتعمدون قصف المستشفى بشكل مباشر حتى يتم التسهيل لهم للدخول إلى المستشفى بشكل يعني بشكل دون أي مقاومة لهم. وبالفعل لا يوجد مقاومة، من يقاوم؟ الجرحى المبتورة أقدامهم، الشهداء الموقون على الأرض وفوق أسرتهم. هذا هو المشهد في مستشفى الأندونيسي، إبادة جماعية ترتكب في حق مستشفى يقدم الخدمات الطبية والإنسانية للمرضى والنازحين الذين تم نقلهم بالفعل بسبب مجازر ارتكبت بهم في منازلهم التي سقطت فوق رؤوسهم بسبب هذا الاحتلال البشع. يعني المشاهد التي نراها عمليا والتي قبل قليل تردنا كل هذه المشاهد توضح حال المستشفى في ظل هذه الظروف، فما بالك أيضا في هذا القصف، يعني لا كهرباء، يضيئون عمليا بربما بهواتفهم النقالة، بجوالات بالكشاف، نعم بالكشافات، ويحاولون إجراء العمليات، ومع ذلك هناك قصف مستمر. الملفت أستاذ محمود أن يعني ما يجري عمليا ربما أكثر زخما وأكثر وحشية مما جرى في مستشفى الشفاء، يعني حين نتحدث أن هناك قصف مباشر للمستشفى، هناك استهداف مباشر عمليا. دعني أنوه لك زميلي أنه لم يتم تبليغ المستشفى بالإخلاء، يعني في هذا اليوم تحديدا لم يتم التبليغ بالخروج، لم يتم التبليغ أنه يعني اخلوا هذه المستشفى. لا، نحن تفاجأنا، أنا كنت بشكل مباشر أمام القناصة، أنا في اللحظة الأولى تم يعني استهداف، يعني كنت أجلس على جدار وتم استهدافه بصاروخ مباشر خلفي، تداركت الموقف مع إطلاق النار، فتفاجأت تماما أن ما حدث هذه قوات خاصة تعتلي المكان، وهذا ما حدث تحديدا. ومن ثم بدأت إطلاق النار في مستشفى الأندونيسي، هو عبارة عن كذا بوابة له، وتم تحديدا وضع القناصة لكل باب، يعني عدد من القناصة وليس قناص واحد يعني، وتم استهدافه بشكل كامل وتام. يعني نعم، الله أكبر الله أكبر. يعني أستاذ محمود، يعني نحاول قدر الإمكان أن نوصل من خلالك ومن خلال وجودك معنا أن تصل هذه الرسالة، لنبقي هذا الخط مفتوحا، ما يجري في المستشفى الأندونيسي وهذا القصف أن يبقى الآن مشاهد ومتابع، حتى لا تكون في العتمة، حتى لا تكون في الظل هذه المسألة. أعرف أن المعلومات المتوفرة لديك ربما تكون قليلة، لكن أود أن حين كنت في المستشفى يعني أن نعرف حال المستشفى بشكل عام قبل هذا القصف، كيف كانوا يتدبرون عمليا الطواقم الطبية أمورهم وأحوالهم في ظل الانقطاع للاتصالات وانقطاع الكهرباء والوقود وما إلى ذلك؟ نعم، يعني نحن ننقل الصورة على مدار أسابيع في المستشفى الأندونيسي، ونناشد ونوهنا بأن المستشفى الأندونيسي فقدت الكهرباء، فقدت يعني جميع المستلزمات الطبية من البنج. في المستشفى الأندونيسي تجري العمليات بلا بنج للجرحى، في المستشفى الأندونيسي الجرحى ملقون على الأرض، يعني وصلت بهم الحال إلى أن الدود يخرج من يعني من أجساد المرضى في داخل المستشفى. العمليات للجرحى يعني بعد أسبوعين يعني طوابير تنتظر إجراء العمليات، وهذا هو وضع كارثي أصلا، بلا 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 تقدم للآليات، بلا قناص، هو كارثي فعليا وحقيقي قبل تقدم الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى الأندونيسي. يعني حالة يعني تشتقر لها الأبدان، يعني تشتقر يعني حقيقة. لا أدري ماذا أقول، نحن نشاهد هذه المجازر التي ترتكب بالشهداء بالمئات يوميا، كانت تصل إلى مستشفى الأندونيسي، غادرنا المستشفى والجثث ملقاة على الأرض من صعوبة المشهد. يعني نعم، أشكرك جزيل الشكر، وأتمنى لك السلامة الصحفي محمود أبو سلامة من مستشفى العودة عمليا أنت الآن. شكرا جزيلا لك. يعني نذكر